سعدنا اليوم بزيارة مجموعة العبيكان، اطلعنا على النشاطات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية. في الحقيقة في المجموعة توجد بيئة عمل مثالية للقطاع الخاص، بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، توفر كافة الخدمات إلكترونيا لجميع العاملين بها. اطلعنا على ممارسات المجموعة في التوطين أيضا وفي جذب القوى العاملة الوطنية وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم والعمل على تدريبهم وتطوير قدراتهم. وفي الحقيقة هذه ممارسات جميلة، نطمح من جميع الجهات في القطاع الخاص أن تستفيد من التجربة المميزة التي قامت بها مجموعة العبيكان في إدارة الموارد البشرية وفي الحلول التقنية التي قامت بتطويرها لخدمة العاملين لديها. نقدم شكرنا لإدارة مجموعة العبيكان والزملاء في إدارة الموارد البشرية لديهم على حسن الاستقبال والضيافة، وشكرا جزيلا.